مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في ثاني رسائل مهرجان الظفر في دورته الجديدة 11 في عامها الجديد 2017، حيث وفيكم تغطية خاصة عن هذا المهرجان. أبو فهد، حدثنا عن مشاركتكم في مهرجان الظفرة وحضوركم في هذا اليوم. مشاركتنا في الظفرة شيء طيب إن شاء الله، العام وقبل العام واللي قبله، لنا الحين 5 سنوات، ولكن الأربع سنوات اللي طافت كنا 2، السنة هذه 1. كفو. واحد فوق الأرض واحد تحت الأرض. سلام. جبر ولدي يجعله في الجنة ويسكنه في جناته، هذا توفى قبل أسبوعين، والآن أشارك بكرة له عوايد جبر، ونقول فانا إن شاء الله الناموس للجميع إن شاء الله. الله يطول عمرك. الله عطى الله خذا. احنا مؤمنين بما يعطينا. ما شاء الله لكم مشاركات دائمة في في المهرجان، ولكم بصمة في كل شوط ما شاء الله عليكم. نعم، شاركنا قبل العام شيخة أيام على بعير بن جروان، وشاركنا العام بحمية شراها باللبدان الله يبارك له فيها، والحين عندنا عوايد جبر، وعندنا في شوط المفاريد بعد وفا جبر، وإن شاء الله نواميس بإذن الله. محمد، الشوط قوي، شوط الحقيقة شوط اللكس، يقولون المتأهل شوط اللكس، وهناك أسماء قوية ومشاركات قوية. شو رأيك في الشوط؟ شوط الحقائق ما أقدر أصرح فيه لأني أنا ما شفتها، ولكن نتمنى للجميع، نتمنى للجميع. هو رقم جواب دبلوماسي شكله. لا هو رقم واحد، ورقم واحد أكيد الشخص، والشخص هذا أكيد مكتوب له عند الله من زمان، مو من اليوم. أكيد بكرتكم هذه مشاركين فيها لها إنجازات. بكرتنا مفاجأة الموسم، وهذه بكرة مشرية من شخص الحين مسيه بالخير، ودعاني من هالوادي الدواسر، ولا نعتبرها شرية، هو اهدانا اياها، لان كم شخص ناوي يشتريها وكان رافض البيع، ولكن عقب ما تعشينا عنده قال بكرة تراها تحت حبال يدينكم، وقلنا ابرك الساعات والحمد لله. هو كريم انت تستاهل طال عمرك. جاني ما خلى منكم منه طول عمرك، وانا شاكر لكم قناة الصحراء، وشاكرين قبل كل شيء لحكامنا. مهرجان الظفرة مثل ما انت عارف دائما هو البارز في المهرجانات الخليجية، والله يطول اعمارهم على الترتيب على السنة اللي ما مستغرب منه. والله التغطية ما يحتاج، ما شاء الله القنوات كل شيء مغطي، وحنا على قولتهم على حساب خاص في الانستغرام، ونتمنى احنا دائما نحضر المهرجان ذا وهو في احسن صورة. يلا معكم اطوار. مشاركة الربع في هذا المهرجان وفي هذا اليوم بالتحديد. والله احنا مشاركين في فئة العمانيات، ومشاركة مع ربعنا هذا بحد ذاتها ناموس، ومشاركين بعض ربوعنا من السعودية في فئات المجاهيم، وجعل بالهم من ناموس إن شاء الله. الحمد لله، يعني أنا صراحة سعيد وفخور في نفس الوقت على هذا التنظيم الجيد والنجاح، مكمل للنجاح المواسم السابقة حقيقة. يعني المنصة الرئيسية اليوم مختلفة عن الموسم السابق، الحضور مختلف تماما، يعني ما لهم، يعني أكثرهم ما له مكان من العدد الكبير الهائل لهذه المناسبة. شكرا لرئيس لجنة المهرجانات، شكرا للعاملين، شكرا للشباب الإماراتي اللي دائما معودنا على النجاحات. طبعا المهرجان مثل هذا المهرجان كل واحد يحرص إذا عنده وقت إنه لازم يحضر، فحنا عندنا اختبارات المياه الأسبوع هذا، فكانت فرصة جيدة إنه يكون فيه زيارة لهذا المكان، والشعراء طبعا يكون التواجد هنا ملهم لهم، يعني خصوصا يعني الحديث او المشاهد عن الابل، والابل دائما تكون ملهمه للشعراء. ساترك انت شاعر، ورغم من وقتك قصير بس تعطينا قصيده صغيره طال عمرك لمتابعي قناه الصحراء. ان شاء الله اتذكر لك ابيات. مدام ابو سلطان للحكم نبراس، يبقى سلام المجد والمجد ساسه، قايد يقود الدار في فكر واحساس، واخوه ابو خالد خبير السياسه، واخوانه الباقين للطيب نوماس، فيهم من المرحوم طبع وفراسة.
أعزائي المشاهدين، لا زلنا نتواصل معكم والتغطية الخاصة لمهرجان الظفرة في دورته الجديدة 2017، وكذلك زيارة المشاركين في مغرهم وفي مخيمهم. أتواجد الآن في مخيم غني عن التعريف، صاحب إنجازات وصاحب نواميس في المجاهيم، معنا حمد بن مبارك بن عثلية العامري، أحد المشاركين وأحد المنافسين في مهرجان الظفرة 2017. مساك الله بالخير يا ابو محمد. يا مرحبا يا مبارك، يا مرحبا الساعة. في البداية نبارك لك تخرج محمد ونقول له مبروك ان شاء الله، وجعلها خدمة الوطن وبلده ان شاء الله. الحمد لله محمد تخرج، وهذا مزاين مبروك اللي اول شيء نشارك احنا فيه ويشاركون اخواننا مجلس التعاون. وفي هذه المناسبة ما نقول الا الله يطول عمر الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في الظفرة. ونشكر وجودكم قناة السحراء لتغطيتكم الدائمة في الموروث الشعبي. أبو محمد ما شاء الله، مثل ما قلت المهرجان عرس تراثي خليجي يجمع بين أبناء دول المستعان في هذا المهرجان، في المخيمات وفي السمرات والجمعات. ما يذكركم هذا المهرجان؟ والله هذا مهرجان طول عمرك، هو من أفضل المهرجانات عندنا السنوية، تجمع بيننا وبين أخواننا في مجلس التعاون، تجمع بيننا وبين أهالينا، تجمع تجدد الموروث الشعبي. فلقاء حقيقة دائما نتمناه وقته، نقول متى بتي مزاينة مشان نجي ونتشاوف، وكله تصير فيه منافسة بين الأخوان، منافسة حلوة يعني، اللي عنده ناقة طيبة واللي عنده طمرك مشاركة، فنحضر وتي وقت اختيار حقيقة اللي هم الأخوان اللي هم اختاروا الوقت، وقت طيب، وقت إجازة اللي هو الربيع، فأفضل الوقت هم مختارين اللي هو الوقت اللي احنا حاليا الوقت اللي احنا فيه يعني. هو حمد الله وناسه ويمعه، واحنا نشوف هذي الشيء يعني حقيقة أن دائما نتمناه باستمرار، وإن شاء الله الحكومة ما هي مقصرة، كل سنة أفضل من السنة الماضية. محمد أنت ما شاء الله من المنافسين على الأشواط الرئيسية في مهرجان الظفرة، ولك بصمة في مهرجان الظفرة، حدثنا عن مشاركتكم في الأشواط الجاية والأيام الجاية. إحنا إن شاء الله بكرة مشاركين في اللقاية، والبكرة دي طول عمرك سبق قبل سنتين وشاركنا فيها ويت في المركز الثاني، بكرة قوية طول عمرك. بعد بكرة عندنا مشاركة في الإذاع الرهيبة، فماخذه الأول في بينونة، ماخذه قبل سنتين ماخذ الثاني مع في شوط الإذاعة. فمتى السنة ما إن شاء الله زايد الزين زايد عندهن، ففي قبل طيبة، وإن شاء الله أن نحقق اللي نتمناه. صح أن في منافسة، لكن الإنسان كل اللي نتمنى الأول، وإن شاء الله أن نحقق النتيجة اللي نتمناها إن شاء الله. منافسين إخواننا طول عمرك، اليوم أنت فايز بكرة الثاني فايز، إحنا اللي فايز نهنيه، اللي يفوز كأن إحنا فايزين كل ما. وهذه ميزة في مزاين، أي شخص اليوم نسمع بفايز الأول، كل ناقة تحمل وشاح، إحنا كل الناس اللي في مزاين يوصلون ويهنون راعي العزبة ويتمنوا له بعد التوفيق في المرات الجاية. معنا محمد بن حسين المنهالي، صاحب أفضل ناقة شاركت في مهرجان الظفرة الشيخة. مساك الله بخير يا محمد. مرحبا وسهلا. حدثنا عن الشيخ، وش اخبارها؟ والله الشيخ اخبارها طيبه، والشيخ طول عمرك جايه من سلسه مزاين امات اللي قبلها، واحنا وانا من الناس اللي اول ما سيسوا مزاين من سنه يعني يمكن 20 سنه، واحنا مستمرين في مزاين وفي المنافسات، عادها فرعيه نحطها لنا بين وشيء على مزاين، هو استمروا العالم فيها واستفادوا فيه مدن يعني بنين يعني مناطقهم من مسبد المزاين، والناس استفادوا في حلالهم، شفت؟ وتمينا مستمرين مدة 10 سنين، أول نشارك بالجمل وخلاف شاركنا بالشيخة، شوف كيف كفت من أماتها كلها، ويابت في رصيدها أكثر من 15 سيارة، شفت؟ وأغلى ناقة وصلت 15 مليون، ووصلت يعني 8 مليون آخر مرة، وبعدنا محتين عليها ما صخيني بها، أنا مسببها يعني مقدمة معروفة عندنا. حدثنا عن مشاركتك في الظفرة السنة دي الشيخة. لا مشاركة؟
الظفرة لا السنة والله يبوا له شروط هذه وشوي الشروط دي احنا اخوان ومورث والدينا وعشان الحلفة وهذا اللي وقفتنا يعني من 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 حرام الشيخ توقف ما تشارك في مهرجان ظفرة انها ناقة غالية وما تمثلها يعني الواحد ما طاع يستقبلها اكثر من دون اخوه محمد انت تكلمت عن العبث وما العبث وما شاء الله الطريقة اللي اتبعتها اللجنة ومشكورة على هالطريقة التي اتبعتها اللجنة من خلال قطع طريق عن العبث هذا احسن ان شاء الله راي واحسن وضبطت ان شاء الله مزاينه وبتزين مزاينه وبتضبط وبيرد الحق وجزاهم الله خير في هذا الشغله اللي سبوها واحنا نجدهم وكثر الله خيرهم وطول عمر حكومتنا وشيوخنا واللي قايم على المزاين. انتوا موافقينهم مبيت الحلال في العزب في في, في الشبوك اي حاجه ضد الشغله احنا موافقين عليها ولو حتى نخسر من عندنا في هذا رضا الله عليك. أعزائي المشاهدين إذا تواصل في مجلس حمد بن بارك بن عثليث معنا الخريج الجديد ما شاء الله اللي تم تخرجه من أمريكا وتو واصل ومشارك ما شاء الله مناسبة مناسبتين مناسبة التخرج ومناسبة المشاركة في مهرجان ظفرة معنا محمد بن حمد بن بارك بن عثليث نقول لك مبروك تخرجك يا محمد الله يبارك لك يا أبو محمد والفال للشباب كلهم حدثنا تخصصك تخرجت منه والجامعة تخرجت منها والله متخرج يا طويل العمر من كالي ستيت كاليفورنيا من أقوى الجامعات في أمريكا بتخصص مالية وهذا الحمد لله فضل الله وثم فضل الوالد على دعمه وحرصه على الحياة الدراسية والله وفقني في المجال هذا الحمد لله ما شاء الله فرحة فرحتين ما شاء الله مشاركة وتخرج ما شاء الله ماذا تعني لك؟ الحمد لله هذه فرحة يا طويل العمر ونحن كل يوم نصبح أنا موسم مقابلات الشباب هذه كلها واللمات ومني طويل العمر فرحه تكمله الحياه الدراسيه كلها بدرجه بكالوريوس الحمد لله الله يطول عمرك ماذا عن مشاركتكم؟ والله انت عندك اكيد فوز المشاركه يا طويل العمر لا بد من الحفوز وعندنا باكر مشاركه بشوط القايه وراح في الاذاع والمفاجات تراها وارد انا شوف ما شاء الله شوف اهتمامك كثير ما شاء الله بحالك شفتك سنه طافت ما شاء الله تعامل مع الحلال مع طيبه ومهتم فيها ما شاء الله من النوع اللي يحرص أن يطلع بصورة جيدة حلاله ما شاء الله عليك لا بد يا أبو حمد الواحد لا بد أنه يرتب حلاله ويرتب أموره للرقم المتميز والواحد ما يرضى إلا بالرقم الأول سواء في الدراسة ولا في مجال ثاني نعم أعزائي المشاهدين لازم نتجول بين المشاركين وفي عزبهم في مهرجان الظفرة 2017 نتواجد الآن في عزبة المواميس عزبة البيارق في عزبة آل سويد في هذا المكان الطيب وفي هذه الليلة المباركة مع الأخوان هزاع بن ناصر سعيد بن ناصر والربع كلهم يتواجد معنا سعيد بن ناصر بن سويد في هذه الكلمات وهذا الانطباع عن الظفرة وعن مشاركة في مهرجان الظفرة يا مرحبا يا ابو ناصر الله يحييك يا مرحبا يا اخ مبارك انتم اللي مرحباكم في محلكم يا مبارك ابو ناصر في البداية حدثنا عن مهرجان الظفرة هذا العام وعن مشاركتكم في هذا المهرجان والله مهرجان الظفرة معروف مهرجان ناجح كل المقاييس من دعم الشيوخ الله يطول عمارهم من القائمين عليه ومهرجان عالمي له صدى عالمي والمشاركة بحد ذاتها في هذا المهرجان تعتبر ناموس الحال بناصر ما شاء الله أنتوا حصلتوا على البيرق ثلاث مواسم التالي ما شاء الله لم يسبق لحد حصل على هاللقب وما شاء الله لكم بصمة في مهرجان الظفرة السنة طافي ما شاركتوا الأسباب طبعا معروفة السنة دي مشارككم ماذا
تركزون على الأشواط في هذا اليوم أو في هذه السنة؟ والله يا أخ مبارك نحن المنقية كلها موجودة ومستعدة للمشاركة إن شاء الله، وعندنا مشاركات في الأشواط الفردية إن شاء الله، بداية بدينا من بداية من بكرة إن شاء الله عندنا مشاركة، ومقبلين على أشواط الجمل إن شاء الله، ونطلب التوفيق من الله إن شاء الله. أكيد يعني البيرق أنه ما راح نشارك البيرق، لأن مثل ما تعرفون أن الوالد الله يرحمه إن شاء الله موتى المسلمين أجمعين بعد ما أخذنا البيرق 3 سنين، قال خلوا فرصة للمشاركين الثانيين، والأشواط الجمل الباقية إن شاء الله أننا مشاركين فيها اللي مقبلها إن شاء الله. أهم الأشواط يا أبو ناصر؟ أهم الأشواط عندنا والله بعد الفرديات كلها الأشواط مهمة، أشواط الظفرة كلها مهمة، لكن إحنا التركيز عندنا إن شاء الله على اللي هي أشواط الجمل. عندنا أشواط الـ15 المفتوح ناوي إن شاء الله المشاركة فيه. أبو ناصر، الكل يحارب العبث، الكل يحاول إنهاء هذا المرض اللي ينتشر في بين المشاركين. هناك خطة جديدة اتخذتها اللجنة المنظمة، مشكورين على هذه الخطوة، على رأسهم فارس خلف المزروعي وجميع العاملين في مهرجان ظفرة، اختيار المبيت للمجاهيم قبل المشاركة بيوم. ما رأيك في هذه الفكرة؟ والله الفكرة هذه بالنسبة للمبيت هذه فكرة، الناس أول ما صدر هذا القرار يعني حسوا أنه ممكن يعني يكون ضغط عليهم، أو أنه يعني ما تقبلوا الفكرة هذه، يعني شافوا الفكرة هي يمكنها تكون صعبة عليهم، أو عندهم مش عارف يعني كيف شو صار عندهم. ولكن بعد ما شاركوا الناس وبات الحلال هناك، بالعكس طلعت الفكرة هذه أنها ريحت المشارك، أنك بدال أنت ما تسرح من الساعة مثلا 7 والله 6:30 يمكن تعترضك ضباب، يعترضك بارد، يعترض حلال يسرح قبل المشاركة بيوم وينزل عندهم هناك ويخلصون كل الإجراءات اللي هي تأخرهم ويستعجلون في النتائج. الإجراء هذا سرع إعلان النتائج للمشاركين وسهل عليهم دخول الحلال، فصارت الحلال اللي يدخل على شبوك الترقيم صار منتهي من الفرز ومنتهي من العبث ومنتهي من كل إجراءات لجنة التشبيه والعبث، الأشياء هذه اللي هي تأخر دائما. الحلال يصبح عندهم هناك يسرح قبلها بيوم، يدخل عليهم هناك يخلصونه من ناحية العبث، يخلصونه من ناحية التهجين، ويخلصونه من ناحية الفرز، ومن الفرز يصبح الحلال اليوم الثاني جاهز، يدخلون على المنصات قدام عيون الجماهير ويستكملون عليه التحكيم وتعلن النتائج في وقت سريع. وهذه خدمة وراحة للمشاركين، أن المشاركين يروحون من نص النهار، يعني مثلا السنين اللي طافت لما كان الحلال يسرح من العزم من الصباح وينعزل في الشبوك، وواحد تأخر وواحد تتأخر، بعض النتائج أذكر في سنة من السنين ما يتلى بعد صلاة العشاء، فبالعكس الإجراء هذا سهل عليهم وسرع من حركة إعلان النتائج للمشاركين. شكرا يا أبو ناصر على هذا الكلام الطيب وهذه الاستضافة السريعة في عزيمتكم في مهرجان الظفرة. مرحبا يا أخ مبارك، وأنا أحب عندي تعليق بسيط على العبث. العبث الجان العبث مشكورين السنة هذه، وقفوا للعبث وقفة صارمة وحنا نأيدهم عليها، وهذا حنا كنا منتظرينه منهم من سنين طويلة. فالعبث هذا صار مثل المرض اللي انتشر في المهرجانات وبين الناس اللي يشترون واللي يبيعون، فالحين بعد ما انتشرت هذه الظاهرة الناس صاروا في ناس ما عندهم خبرة الكافية صاروا ينغشون في الحلال، يشتري له مطية مثلا معبوث فيها، يشتريها زينة تأخذ فترة عنده تناقص زينها، أو أنه حتى ما يقدر يروح بها للمزايا. فمحاربة الشيء هذا أنا أعتقد أنه راح يزيد في نجاح المهرجانات، لأن في ناس امتنعوا من المشاركة في المهرجانات بسبب العبث. يقضي والجماعة هذولا مشكورين السنة وقفوا للعبث، نشكرهم ونأيدهم ونقول لهم نبغي بعد منهم أكثر وأكثر. محاربة العبث، محاربة المرض اللي تفشى في الزينات وفي الحلال، ومنها منا تعذيب، عذبوا الحلال وبهذلوا الحلال وغشوا الناس اللي يشترون والناس اللي يبيعون.
فهذه ظاهرة دخلت علينا ونتمنى أنها تنقضي، وهي إن شاء الله الجماعة السيرين على الخط الصحيح والدرب السليم إن شاء الله، وإذا استمروا بهذا الحزم إن شاء الله أنه راح ينقطع، ونجاح المهرجانات إذا انقطع العبث فالمهرجانات راح تتطور، والمهرجانات الحمد لله متطورة، ولكن الناس المشاركين راح يتزايدون يتضعفون لأنه يشتري مطية الصحيح ويزاين مطية الصحيح. فنشكرهم، فنشكر اللجنة ونأيدهم ونشجعهم على هذا الأمر. يعافيك على قسم التحدي وخسروا سلام.